Ça va? Bien. ريكورد ميدالية ذهبية ريكورد دي مون. سامحني باقي نعطي الميكرو سيد احمد. ميكرو سيد احمد. صور المدرب. الحمد لله. تعاونونا. ريكورد دي مون ميدالية ذهبية في بلاد جليل تحية جزيلة. والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء نحيي الشعب الجزائري بمناسبه عيد الفطر وكل الامه الاسلاميه. والله احنا تعبنا كثير وكعشت معايا الاخ العزيز اليامات تاع التحضيرات وفي شهر رمضان وكانت لاول مره بطوله العالم كانت يوم العيد يوم اول العيد والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كانت عيدين بعد التتويج وكانت منافسة شرسة جدا خاصة ما يخفلكش أنا عملت حادث مرور شهرين قبل المنافسة وكان حادث مرور خطير والحمد لله سبحانه وتعالى بلي ساكريفيس والانضباط في العمل والصرامة وما نساوش الرجال اللي كانوا دايرين بنا الاتحادية مدرب فريق وطني مصور سيد أحمد بلوس لي سبونسور تاعي اللي نشكرهم كثير كثير شركة رامي اللي وقفت معايا خاصة بعد الاكسيدون تاعي والحمد لله فرحنا الشعب الجزائري وبمناسبة العيد فرحنا الأمة الإسلامية كلها الحمد لله أنا واحد حصلت على ميدالية ذهبية ميدالية فضية وميدالية برونزية رغم الإصابة والحمد لله سبحانه وتعالى ومازال الخير قدام والحاجة اللي فرحتني كذلك أصدقائي كاين أصدقائي كثير اللي تحصلوا على ميداليات مختلفة اللون كما نقولوا برونزية وفضية ومازال الخير قدام بإذن الله شكرا ممثلا كافة الشعب الجزائري الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى مثلنا الجزائر اخلاقا وعملا ورفعنا رايه الوطن خاصه ان 25 جوان 2017 الاحد صادف بطوله العالم وايضا صادفت العيد الفطر المبارك الحمد لله كان ضغط كبير يعني قلنا لازمنا نشرفوا كافه الشعب الجزائري بمهما ضغط وبمهما قوه وبمهما عزه والحمد لله نلنا الميداليه الذهبيه في اول محاوله وايضا حطمنا الرقم القياسي العالمي الحمد لله يعني الجزائر هي مفخره يعني ما حبيناش نرجعوا للجزائر يعني فاقدين الامل فاقدين كذا ولكن الحمد لله بالميداليه الذهبيه لكافه الفريق الوطني
والحمد لله المجد والخلود لشهدنا الابرار وتحيه الجزائر ومازلنا ان شاء الله الخير قدام ومازلنا نزيدوا مثل الجزائر ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نقول صحة عيدكم للشعب الجزائري وصحة عيد كل المسلمين وكل الدول العربيه. راكم تشوفوا جينا من البطولة العالمية اللي جرات في بيلاروسيا في مينسك. الفريق الجزائري تحصل على ميداليتين ذهبيتين، ستة فضة وواحدة برونزية. كالعادة ميدالية ذهبية اللي تحصل عليها بوغالم إلياس مع رقم قياسي عالمي جديد، والميدالية الذهبية الأخرى تحصل عليها بوعافية أمين، هو رياضي معروف على الساحة الدولية، وهذه يعني المرتبه وهذه سي لا كاتريام فوا كي لي شامبيون دي موند بعد 2012 2013 2014 و2017 دوكا. المستوى الدولي العالمي كان مستوى رفيع الحمد لله. التحضير تاعنا كان تحضير جيد والبرنامج والبرمجه كانت يعني برمجه مليحه. نشكر كثير وزاره الشباب والرياضه والاتحاديه اللي وفروا لنا كل يعني تو لي مويان بور افوار سي ريزولتا. دوكا كما يقول لك ندخلوا وان شاء الله نبداو نحضروا في البطوله الافريقيه اللي راح تجري ويكون عرس في الجزائر في مدينه بجايه. صح عيدك وصح عيدكم وكل الصحفيين قناه الهدف ولكل الشعب الجزائري. والله اكيد يعني في هذا اليوم المبارك كنت في استقبال بفرحة وسرور الرياضيين تاع السباحة وأيضا الأبطال الإفريقية في الملاكمة إناث وذكور، يعني ميدالية ذهبية إناث وميدالية ذهبية ذكور، وأيضا المرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي، يعني الفريق كان في البوديوم. هذا يعني شيء يشرف الرياضة الجزائرية بصفة عامة وبصفة خاصة الملاكمة، رياضة الملاكمة الجزائرية، وهذا يعني يكون إن شاء الله تحفيز للرياضيين تحسبا للبطولة العالمية. والمتواجدين أيضا في مطار هواري بومدين باستقبال الفريق الوطني الجزائري تاع الباور ليفتينغ، يعني جابوا ميداليات ذهبية، ميداليات برونزية، ميداليات فضية، والمرتبة الخامسة عالميا سور 59 بيي تحصلنا على المرتبة الخامسة. وهذا الفريق سيطر يعني في هذا التخصص على المستوى الإفريقي، وراه يعني في طريق لسيطرة على المستوى الدولي. هذا يعني دليل على تحسن الرياضة الجزائرية، مردوديات يعني الرياضيين، مردوديات الاتحاديات، ودليل أن الدولة الجزائرية اهتمام كبير للرياضة، اهتمام كبير للرياضيين، ووفرت كل الإمكانيات وكل الوسائل بالتكفل بالرياضة الجزائرية. وقصد يعني باش إن شاء الله دائما نكونوا في المراتب الأولى ويكون تمثيل الجزائر أحسن تمثيلا، ويعني كل ووجود يعني رسالة دولة سيد الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون للتهاني والشكر لكل الرياضيين، وايضا السياسه وبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، واضح كل الوضوح يعني في الدعم والتحفيز واعطاء كل الامكانيات للرياضيين، وباش يكون ايضا عمل تنسيقي بين الوزارة الشباب والرياضة والاتحاديات والرابطات والأندية، لدائما إن شاء الله نكون في مستوى تطلعات الشباب تاعنا، وباش دائما نفرحوا هذا الشعب، نفرحوا الشباب في على المستوى القاري على المستوى الدولي، وأيضا يكون هذا يعني تحفيز باش الرياضيين الذين تألقوا في ونجحوا في على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي للعاب الاولمبيه لي جوز اولمبيك تاع طوكيو، يعني لا بريباسيون كومونس ديز اوجوردي، باش ان شاء الله يعني بور ايفاكوي
كل يعني لي زيرور تاع 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 الماضي اي باسكو Nous avons la ferme conviction que les jeunes aujourd'hui, le peuple tahan el Jazair, fi haja ila medalia dhahabia fi el alab el olympia fi el alab el olympia fi haja li bronz li fidiya fi haja li bronzia mach park wahed riyadi lakin riyadiyin akthar yani adad mumkin lazem ykon taalluq لأن شفنا الدولة وفرت إمكانيات إعانات مالية وفرت أيضا هياكل منشآت رياضية ولازم أيضا يكون النتائج شو بونس كسي الحمد لله يعني اليوم عندنا في السباحة يعني فيه دي ريزولتا شو بونس دو لا في مام سمعت تصريح رئيس الاتحاد الجزائري للسباحة je pense que c'est exceptionnel. C'est des jeunes de 16 ans, ils sont revenus avec des médailles d'or. C'est extraordinaire. Chefna Moulakimin, Aydan, ils sont revenus avec des médailles d'or, c'est extraordinaire. Et puis nous avons fait Flis, médaille d'or, ou fait Inant, des filles, donc ils sont revenus avec des médailles d'or. Ou donc maintenant le powerlifting. Je pense que fait Tahassoun, maintenant, Inch'Allah, il y a بشر خير للرياضة الجزائرية.